واجعلنا منهم بفضلك وجودك يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل منها فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. كما نسألك يا رب العالمين أن تنصر المسلمين، وأن تعلي شأن هذا الدين، وأن ترد عنا كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وعدوان المعتدين. اللهم انصرنا على القوم المفسدين، اللهم شتت شملهم، فرق يا مولانا بقوتك جمعهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأسنتهم إلى نحورهم، وانصرنا فأنت خير الناصرين، وارحمنا يا مولانا فإنك بنا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا في ركاب الصالحين، واجعلنا مع العلماء العاملين والأولياء الذين رضيت عنهم يا أكرم الأكرمين. كما نسألك رب العالمين أن تلحقنا بالسابقين إليك على الإيمان، اللهم اجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان، بلا سابق عذاب ولا هوان. يا رحمن يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فبتوفيق الله وعونه ومنه وفضله ومدده نواصل درسنا في لغة القرآن. ولغة القرآن لها قواعدها، فلا شيء يأتي من عند الله إلا وهو على خط مستقيم. القرآن كلام الله، والمولى تبارك وتعالى لما أراد بفضله وجوده أن ينزل القرآن بهذا اللسان اصطفى له العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون منهم، وعلمهم لغة القرآن أولا فنطقوا بها، لا يعرفون قاعدة وإنما ينطقون بها مستقيمة، ويعبرون عما في أنفسهم وعن الأمور التي في حياتهم في سلمهم وفي حربهم بلغة مستقيمة، نظما ونثرا، حتى صاروا في أعلى الدرجات، درجات الفصاحة. أنزل الله القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو منهم، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: أحب العرب لأني عربي، ولأن القرآن عربي، ولأن لسان أهل الجنة عربي.
يعني حتى الذين كانوا قبل العرب من الذين آمنوا بالله ورسله وسيكرمون بدخول الجنات سيكون كلامهم في الجنة بهذا اللسان العربي المبين. وهذا تكريم لهذه اللغة بكلام ربنا جل وعلا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نطق بهذه اللغة وكان نطقه في أعلى درجات الفصاحة وكان في أسمى آيات البلاغة. لماذا؟ لأن الذي علمه هو مولاه تبارك وتعالى. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. علمه ربه آداب الأقوام وعلمه تاريخ العالمين الذين كانوا قبله صلوات الله عليه. شكرا بارك الله فيك. ثم علمه ما سيكون في آخر الزمان وعلمه ما سيكون بعد انتهاء هذه الدنيا، ما الذي سيكون في الآخرة يوم لا تملك لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. كل هذا علمه ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ليكون المؤمن على بينة من أمره، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس عن نفس شيئا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ونحن في رواة القرآن من الكتاب الذي نسير فيه المسمى بالمصطفى المعطر من النحو الميسر، وصلنا إلى باب الحال. والحال في اللغة، يعني في لغة العرب، ما عليه الإنسان غير الأول حتى أهل التصوف يقولون فلان له حال، يعني له شيء يخصه أعطاه الله له فهو على حاله. ولذلك من كانوا كذلك يسمون بأرباب الأحوال. هذا عند أهل الصفاء. أما الحال في اللغة فهو ما عليه الإنسان من خير أو شر إذا اتسع الحال. ثم إن الحال في الاصطلاح هو الوصف المنصوب لبيان هيئة صاحبه. أنت حينما تقول جئت إلى مسجدي سيدنا الإمام الجعفري ماشيا، إذن ماشيا هذه حالك المجيء، وذلك حددوا هذه الحال بهذا التحديد: وصف، فضلة، منتصب، يبين هيئة صاحبه. هذا هو تعريف الحال. وصف، فضلة، ما معنى فضلة؟ يعني يستغنى عنه. ولو أنه قال جئت ماشيا انتهى الكلام، جئت إلى المسجد ماشيا انتهى الكلام، جئت تم الكلام. إذن كل ما زاد على الأصل
يسمى ايه؟ فضل. يعني الفعل مع الفاعل اصل، المبتدا مع الخبر ايه؟ اصل، ما زاد على الاصل يسمى فضلا. اذا فالحال وصل، فضلته منتصب. اذا لا يكون الحال تابعا لصاحبه في الاعراب، انما الحال منتصب على الدوام، سواء كان صاحبه مرفوعا او منصوبا او مجرورا. إذن الحال وصف، فضلة منتصب، يعطينا هيئة صاحبه. إذن مهمة الحال بيان هيئة صاحب الحال. بهذا التحديد العام سنقرأ الأمثلة ونرى ما فيها من حدود وقيود. تفضل يا سيدي. الأجداث جمع جدث، جدث هو القبر، يعني يخرجون من قبورهم حالة كونهم خشعا أبصارهم، يعني حينما يخرجون من القبور يوم يقوم الناس لرب العالمين يقومون وأبصارهم خاشعة. معنى الخشوع فيها خضوع وفيها انكسار. لماذا؟ لأنهم خرجوا في يوم القيامة لا يعرفون ما سيقول بهم أمر القيامة. سيدخلون الجنة، سيقعون في النار، ولذلك يذكرون ما كانوا يعملون، لأن المرأة في حياته في دنياه يعمل بلسانه أقوالا ويعمل بأركانه أفعالا، كل هذا محفوظ وفي كتاب مسطور. حينما يخرجون من الأجداث من القبور كل واحد يفكر في حاله، خشعا أبصارهم، أبصارهم تدل على أنهم صاروا الآن خاشعين لرب العالمين. الدنيا قد انتهت والآن أصبحنا أمام ربنا، وهو عليم بنا وخبير، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا السماء. ولذلك قال خشعا أبصارهم، يخرجون من الأجداث. الحال هنا متقدمة، ولذلك يجوز في الحال أن يكون متأخرا وأن يكون متقدما. كأنهم جراد منتشر، هذه صورة نراها في الحياة، نرى الجراد وقد انتشر. وكذلك سيكون الناس يوم يخرجون من القبور بهذه الحالة، ينتشرون في الأرض، ثم يؤخذ بهم إلى أرض المحشر ليكون هناك الحشر، وبعد ذلك يكون النشر ويكون الحساب. نسأل الله أن يجعلنا مع الصالحين إلى جنات النعيم. إذن أين الحال؟ خشعا. أين صاحب الحال؟ والحال لابد أن يكون له صاحب. صاحب الحال
هو الفاعل في الفعل يخرجون، يخرجون فعل ايه؟ مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل. هذا الفاعل له حال، إذن يخرجون من قبورهم حالة كونهم خشعا. نعم. وقال تعالى في أربعة أيام وسواء للسائلين، في أربعة أيام، لأن الله سوى السماوات ورفعها في يومين، والأرض بعد ذلك دحاها في أربعة أيام. سواء للسائلين، أين الحال؟ سواء. طيب، صاحب الحال أربعة أيام، صاحب الحال هنا لا بد أن يكون عارفا، وشرط الحال أن يكون نكرة. إذن الحال شرطه أن يكون إيه؟ نكرة. صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة، لأننا لا نستطيع أن نبين هيئة واحد غير معروف، لابد أن نكون عالمين بصاحب الحال الذي عليه الحال. إذن في أربعة أيام حالة كونها سواء للسائلين، إذن الحال سواء، وشرطه موجود وهو التنكير. لكن أربعة معرفة، بأي تعريف هي؟ أربعة مضاف وأيام مضاف إليه. إذن إضافة أفادت المضاف شيئا من التعريف. نعم يا سيدي. وما أهلكنا من قرية، أي من القرى السابقة، لأن الله تبارك وتعالى كان يرسل المرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون هناك من يؤمن ويكون هناك من يكفر. فأما الذين آمنوا مع رسولهم فهم من أهل النجاة، ناجون، وأما الكافرون فإن الله بغضبه عليهم يعذبهم. هذا كان قبل رسول الله. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأرها تبارك وتعالى ألا يعذب أمته بعذاب عام كما كان في الأمم السابقة، قال فأعطاني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن أمته تميزت عن الأمم السابقة بأنها لا تعذب بعذاب عام. قال وسألته جل جلاله ألا يسلط عليها، أي على أمتي، عدوا من دونها يستأصل الشتاء، يعني عدو من المشركين يستأصل المسلمين. قال سألت الله ألا يكون هذا، قال فأعطاني. وسألت الله ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا، يعني يعيشون في أمن، قال صلى الله عليه وسلم فمنعني. لا يا محمد، لو عاشوا بلا بأس وبلا فتن فإنهم يعيشون في الجنة آمنين،
لكن الله أراد أن يمتحن أمة رسول الله بهذه الفتن. الله يمحص العباد بالفتن، فمن اعتصم بالله هداه وتولاه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك هنا في الآية قال وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، يعني لها مرسلون أنذروهم. الله لا يهلك أمة من غير عصيان، إذا عصوا الله أهلكهم، وعصوه بعد أن أتاهم النذير، يعني أتاهم الرسول وبين وشرح وأرشد، ومع هذا كفر. إذن فمن كفر عذبه الله عذابا كما كان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع العذاب. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن لها منذرون، هذا حال لهؤلاء الناس. وما أهلكنا من قرية إلا والحال أننا أرسلنا إليهم رسولا. والحال إيه؟ أننا أنذرناهم بالمرسلين، ما جعلنا عذابنا على جماعة إلا بعد أن أرسلنا إليهم، وما كنا معذبين حتى نعاث رسولا. إذن عندنا الحال لها منذرون. طيب هذا الحال ليس مفردا، يعني خشعا مفرد في الآية السابقة، وكذلك أيضا سواء للسائلين مفرد، لكن لها منذرون، منذرون مبتدأ، ولها جار ومجرور متعلق بمحذوف هو الخبر، أي منذرون كائنون لها. الحال هنا ليس مفردا وإنما هو جملة. إذن الحال يأتي مفردا ويأتي إيه؟ جملة. والجملة نوعان، جملة اسمية وجملة إيه؟ فعلية. نعم. وتقول صعدت السيارة أذكر الله كثيرا، أو أذكر الله كثيرا، هذا من السنن. وأنت تركب أداء أو السيارة أو وأنت تصعد إلى مكان أعلى بمصعد عليك أن تذكر الله عز وجل، لأن الذي أعطاك النعم هو الله، والذي يرفعك هو الله، والذي جاد عليك بهذه الدابة إنما هو الله. إذن عليك أن تذكر الله الذي أعطاك. فالكلام صعدت السيارة، والفعل صعد أم صعد؟ صعد بكسر العين، هذا هو الصحيح، وفتح العين خطأ، وفي هذا الخطأ يقع كثيرون، يقولون صعد الخطيب المنبر، هذا خطأ في اللغة، صعد. وإذا زدت على الفعل الثلاثي همزة فقلت أصعد فلان فلانا، يعني حمله ودفعه،
إذن في المضارع تقول يصعد، لأن الرباعي في الفعل، إذا جئت منه بالمضارع فعليك بضم الأول، أكرم مضارع إيه؟ كريم. دحرج يدحرج، أصعد يصعد. وجاء قوله تعالى إذ تصعدون يعني ترتفعون. أقول صعدت، هذا ثلاثي، سيارة وأنا أذكر الله، يعني وحالي أني أذكر الله. إذن وأنا أذكر الله كثيرا أو أذكر الله كثيرا، إما أن تكون الجملة الحالية اسمية تقول وأنا أذكر الله كثيرا، وإما أن تكون الجملة الحالية فعلية أذكر الله كثيرا. طيب هذه الجملة الفعلية أو الاسمية هل لها رابط بصاحبها؟ نعم، كما أن جملة الخبر لها ارتباط بالمبتدأ، كذلك جملة الحال لها ارتباط صاحب الحال. طيب الربط بأي شيء؟ قالوا الأصل في الربط أن يكون بالضمير، يعني حينما تقول صعدت السيارة حالة كوني أذكر فعل مضارع، والفاعل مستتر تقديره إيه؟ يعود هذا الضمير على صاحب الحال وهو التاء في صعدت. إذن هناك ربط بالضمير الذي يعود على من؟ على صاحب الحال. أو يأتي الربط بالواو تقول وأنا أذكر الله كثيرا، ولذلك في جملة وأنا أذكر الله كثيرا ربط بالضمير وربط بالواو. إذن عندنا الروابط تبدأ بالضمير وبعد الضمير واو الحال، ولذلك الواو هنا ليست عاطفة، ليست إيه؟ واو إيه؟ يعني بعدها يقع حالا. إذن الربط إما الضمير وإما بواو الحال وإما بهما، وإما إيه؟ بهما يعني بالضمير والواو. إذن عرفنا أن جملة الحال شرطها أن تكون مرتبطة بصاحب الحال أي شيء، بالضمير أو بالواو أو بالضمير والواو. وشرط الجملة أيضا أن تكون خبرية. أن تكون إيه؟ ما معنى خبرية؟ يعني تحتمل إيه؟ الصدق والكذب. يعني حينما يقول صعدت السيارة وأنا أذكر الله ذكرا كثيرا، والله هذا كلام خبري يحتمل الصدق، لأن يكون الرجل فعلا صدق وقال هذا الكلام على صدق واقع، وإما أن يقول هذا الكلام من غير أن يكون صادقا كذبا. نعم يا سيدي. وقال تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. لفظ أحد وصف لله يفيد أنه لا شريك له،
إذا اللفظ أحد بالهمزة وصف للمولى عز وجل يفيد أنه واحد لا شريك له. لكن قل وأنت تنظر إلى الناس تقول يا إخواني أنا أريد منكم جماعة يأتون معي، فيأتي واحد إذن واحد بعده ثاني، يعني لفظ واحد بالواو يكون بعده إيه؟ ثاني. إذا أردت أن تجعله لا شريك له فعليك بالوصف، تقول الله واحد لا شريك له. وذلك قال تعالى وإلهكم إله واحد ثم وصفه لا إله إلا هو، يعني لا شريك. أما إذا قل هو الله أحد، إذا أحد يعني إيه؟ لا شريك له. وهذا كلام عرفه العرب قبل أن ينزل القرآن، حتى إذا نزل قوله تعالى قل هو الله أحد علموا أنه لا شريك له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الله صمد يعني الذي لا يحتاج إلى أحد، وجميع ما سواه يصمدون إليه. ما معنى يصمدون إليه؟ يعني يحتاجون إليه. هو لا يحتاج صمد، وهم يحتاجون لأنهم يصمدون ويعيشون على نعمة ربهم. ولذلك بعدها بيّن وقال لم يلد ليس له صاحبة، يحتاج إلى ولد ولم يولد لأنه أول بلا، إذن لا والد له ولا والدة له، وآخر بلا انتهاء. ولذلك قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ظاهر بآثاره باطن بذاته، وهذا من رحمة الله على عباده، آثاره تدل عليه، وذاته لا تدركها الأبصار وهو يدرك الأبصار، رحمة الله عليه. ولم يكن له كفوا أحد، يعني ولم يكن أحد حالة كونه مكافئا له، يعني ليس هناك مثيل لله رب العالمين. إذن الكفو هو الإيه؟ المماثل الذي يكون على مثال المولى عز وجل. ولذلك كفؤا حال مقدمة، حال إيه؟ مقدمة من قوله أحد. وكان أصلها نعتا ولم يكن أحد كفؤ بالرفع، لأن النعت يتبع إيه؟ يتبع المنعوت، فلما قدم النعت على المنعوت صار حالا له. يعني أي نعت يقدم على المنعوت يصير إيه؟ حالا له. بعد أن انتهينا من هذا البيان نقول في الخلاصة إن الحال يأتي مفردا ويأتي جملة ويأتي أيضا شبه جملة. ما معنى شبه الجملة؟ يعني أن يكون إيه؟ ظرفا أو جارا ومجرورا. حينما أقول يقف الطلاب في ترتيب، يعني حالة كونهم في ترتيب، أمام شيخهم، حالة كونهم أمام شيخهم. تفضل اقرأ إلى الخلاصة. وخلاصة الحال وصل في بيان هيئة صاحبه
كان يقول الجعفري الأزهر مرة يقول أحد الطلاب دخل الامتحان فكان له صلة بالشيخ الذي يمتحن، يعني حينما يكون الطالب له صلة بشيخه شيخه يعطف عليه. فاللجنة فيها اثنان من العلماء، واحد منهم له صلة بالطالب والثاني لا يعرفه، فقال أحدهما أحد الشيخين: أعرب لنا، جاء محمد مسرعا. ما إعراب مسرعا؟ طالب لم يعرف. قال يعني ماذا نقول؟ فالذي له صلة بالطالب قال: الله يصلح حالك. إذن يعني أعطاه إيه؟ أعطاه الإجابة. قال رضي الله عنه: قال وسألوه في المبتدأ والخبر، أعرف مثلا محمد كريم، برضو ارتبك. قال: يا بني ألا تعرف مبتداك مخرجك؟ ألا تعرف مبتداك مخرجك؟ فعرف أن الأول مبتدأ والثاني إيه؟ خبر أو كلام في العلم، ولكنه كان دالا على أن أحوال الناس تختلف. ودائما الحال هذا يقع على كل شيء في الحياة، كل يوم هو في شأن، في شأن يعني في إيه؟ في حال، لأن الأحوال لا تدوم. ولذلك قالوا: دوام الحال من المحال. دوام الحال من إيه؟ من المحال. إذن لابد من تغير الأحوال حتى تصح الحياة، لأن الحياة لا تمشي على حال واحدة وإنما على أحوال متوالية. تفضل يا سيدي. شرط الحال التغيير وشرط صاحبها التعريف. شرط الحال أن تكون نكرة، لأن التنكير فيه شيوع، والشيوع فيه اتساع. أنت حينما تقول: جئت إلى بيت ربي مسرعا، إذن كلمة مسرعا نكرة تدل على كل أنواع الإسراع، لا تفيد إسراعا واحدا وإنما هو إسراع مع الشيوع. ولهذا قالوا: الحال شرطه أن يكون نكرة حتى يكون واسعا، لكن صاحب الحال لابد أن يكون إيه؟ معرفة. والمعارف عندنا والحمد لله كما درسناها: أعرف المعارف لفظ الجلالة، وبعد لفظ الجلالة تقول الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمحلى بالألف واللام والمضاف إلى معرفة. تفضل يا سيدي. تبرعنا في البيان، وقد يأتي الحال مقدما على صاحبه فيجوز مجيء الحال. فيجوز مجيء الحال، وقد يأتي الحال مقدما على صاحبه. وقد يأتي الحال مقدما على صاحبه مجيء الحال منه. نعم. نعم. والمفرد ما ليس جملة ولا جملة كما في المنادى. في المنادى وفي الحال وفي الخبر.
الجملة وشبه الجملة على النقيض مفرد. إذن المفرد في باب الخبر وباب الحال وباب إيه؟ مرة أخرى، المفرد في باب الخبر وفي باب الحال يكون غير جملة وشبه جملة. نعم يا سيدي. إذا كانت حال جملة ترتبط بصاحب حال إما بالضمير وإما بالواو وإما بالضمير مع الواو. طيب عندك في الصفحة التالية في الكتاب رقم 4، أعرب ما تحته خط فيما يأتي. قال تعالى طيب أين الحل هنا؟ ميتا. أن يأكل هو لحم أخيه حالة كونه ميتا. إذن ميتا حال من فاعل، حال من الأخ، حال من إيه؟ أن يأكل لحم أخيه حالة كون أخيه ميتا. طيب وإذن الإعراب في أي يحب أحدكم، أظن أن الإعراب هنا يعني سور، لأن أيحب الهمزة هزة لاستفهام الإنكار. نعم الله يبارك فيك. طيب إذن يعني الهمزة للاستفهام ويحب فعل مضارع، ما يعني أم معرب؟ معرب على أي حال من الإعراب؟ مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. أين فاعله؟ أحد. طيب وكم؟ مضاف إليه. أحد مضاف والضمير قم مضاف إليه. أن يأكل الفعل هنا منصوب، لماذا نصب؟ لأنه سبقه ناصب وهو إيه؟ أن، وأن هي أم النواصب. أن يأكل أين الفاعل ليأكل؟ مستتر جوازا تقديره إيه؟ هو لحم أخيه حالة كون هذا الأخ ميتا فكرهتموه. الفاء هنا إيه؟ عاطفة. نعم. الهاء المفعول. لحم مضاف وأخيه مضاف إليه، فالمفعول هنا لحم، هذا اللحم لأخيه حالة كون هذا اللحم من ميت، يعني يصلح أن تجعلها حالا من لحم أو حال من أخيه نفسه المضاف إليه، يعني يصلح أن يكون من المضاف مضاف إلى المفعول، لكن الفاعل أيحب أحدكم ليس له حال. نعم. قال الشاعر ما شاء الله.
وعاش يدعو بآيات مبينة أو مبينة في قومه 1000 عام غير 50. نجيت يا رب نوحا وجبت لأنه دعا على قومه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يعني أحد. نجيته في فلك ماخر. طالما قلت ماخر إذن وصفت الفلك بأنه إيه؟ ماخر، يقرع باب البيتير في البحر في اليم حالة كونه مشحونا. إذا مشحونا أن تعرب إيه؟ ها؟ حال. وعاش يدعو بآيات مبينة، إذا مبينة صفة للآيات، في قومه 1000 عام يعني يدعو هو 1000 عام. إذن 1000 عام تعرب يدعو بآيات مبينة في قومه كم سنة؟ 1000 عام إلى 50، إذن هذا حال. غير 50، غير مضاف 50 مضاف إليه. قال تعالى هذه سبقت وشرحت عند قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. هنا قال إلا ولها كتاب معلوم. إذن الربط هنا بأي شيء؟ بالواو والضمير. بعد أن انتهينا من الحال نأتي إلى وصف آخر ولكنه على معنى آخر وعلى حدود أخرى، وهو التمييز. اقرأ كده الأول. ما معنى التمييز؟ التمييز معناه فصل شيء عن شيء، يعني إذا فصلت شيئا من شيء يقال هذا إيه؟ تمييز. إذن التمييز هو تفصيل الأشياء، ويقال هو التفسير، يعني يفسر الأشياء من بعضها. ولذلك علم التفسير مهمته أن يميز لك المعاني من خلال المباني. يميز إيه؟ المعاني من خلال المباني، هذا هو التفسير. والمفسر الأول لرسول الله، المفسر الأول للقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أول من فسر القرآن وبينه بقوله وعمله وحاله لكل أمته إلى يوم القيامة هو رسول الله صلوات الله عليه. إذن معنى التمييز التفسير والتفصيل. بعد ذلك سنرى التمييز في صورته التي جاءت في لغة القرآن. هو كالحال، يعني اسم ونكرة وفضلة، لكن يختلف عن الحال بأنه جامد، والحال مشتق.
إذن الحال يكون إيه؟ مشتقا، يعني اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. أما التمييز فالذي يفصله عن الحال أنه لا يأتي مشتقا، وإنما هو إيه؟ جامد. والجامد أي الذي لم يؤخذ من غيره، وإنما جعل على معناه من أول الأمر. تقول شريت إردبا، أقول لك ميز من أي شيء، تقول قمحا. إذن قمحا تمييز، والمميز هو إردبا. اقرأ كده منشوف. اشتريت رطلا زيتا، الرطل ميزان والكيلو ميزان. إذن عندنا موزونات، وهذه الموزونات نميزها من أي شيء هي؟ اشتريت رطلا، أقول لك ميز، هذا الرطل يكون لأي شيء يوزن. فحينما تقول زيتا، إذن زيتا هذا هو المسمى إيه؟ تمييزا. تمييز لماذا؟ لرطل. ولذلك نلاحظ أن التمييز يبين الإبهام في ذات قبله، يميز إبهام ما قبله، ما قبله ذات نميزه. كيلو، فقل الكيلو أيضا مما يوزن به، ولذلك تميزه بأنه من الخيار. هذا في الموزونات. عندنا مساحات وعندنا مكيلات، ولذلك هذه المقادير موجودة على ساحة الحياة، يعني في الأرض مساحات، وفي الأشياء إما مكيلات وإما موزونات، وهذا كله يحتاج إلى تمييز. إذا مميز لابد أن يكون أمرا مبهما، إما من قبيل الموزونات أو المكيلات أو المساحات. إذن كم؟ ثلاثة. موزونات، مكيلات، مساحات. نعم يا سيدي. فدانا، زرعنا، هذه النا لا بد ان تكون بالالف. عندك الف؟ فدانا هذا مفعول به، قطنا هذا تمييز. طيب أنا غيرت المثال بمثال فيه المميز وقع مرفوعا لأنه مبتدأ. عندي إردب قمحا، حينما تعرب تقول عندي هذا ظرف مكان متعلق بالخبر المقدم. ظرف إيه؟ مكان متعلق بماذا؟ بالخبر المقدم. إردب هذا يعرب مبتدأ مؤخر، ولا بد من التقديم، يعني تقديم الخبر، لأن المبتدأ نكرة ولا يجوز ابتداء من نكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة. فأنا الأدب هذا مبتدأ ونكرة.
لا تصلح أن تكون مبتدا إلا مدوخ بمساعد. ما الذي ساعدها هذه النكرة على أن تكون مبتدا هو التأخير. إذن تقديم الخبر واجب لتصح النكرة أن تقع مبتدا. لتصح إيه؟ النكرة لأن تقع مبتدا. طيب عندي إردب تحتاج إلى تمييز، قال قمح، إذن التمييز منصوب على الدوام كما أن الحال منصوب على الدوام. الحال منصوب والتمييز منصوب، لكن الفارق بينهما أن الحال يكون إيه؟ مشتق، والتمييز يكون إيه؟ جامد. هذا هو الفارق بين الحال والتمييز، لكن الحكم واحد وهو إيه؟ النصب. نعم. واشتعل الرأس شيبا. وأصل الكلام اشتعل شيب الرأس. أعرب شعب فعل مضاف وشيب إيه؟ أعرب شيب مضاف والرأس مضاف إليه. لكن أراد المولى تبارك وتعالى أن يجعل الكلام في المعنى أقوى. كيف يقوي المعنى؟ يجعل فاعل تمييزا والمضاف إليه في موقع المضاف، يعني المضاف كان فاعلا إذن صار المضاف إليه فاعلا. اشتعل الرأس، ثم يأتي التمييز المحول عن الفاعل. يبقى إذن هذا تمييز يسمى بتمييز محول. محول عن إيه؟ بعد أن كان فاعلا صار تمييزا. إذن التمييز المحول يكون محولا عن الفاعل. هذا المعنى الذي في الآية يفيد أن الاشتعال عم الرأس كله، ولكن الفعل اشتعل في لغة يكون دائما لاشتعال النار. يعني دائما حينما تقول اشتعل إن اشتعلت الايه؟ النار. إذن حينما تقول اشتعل السامع يظن أن نارا الآن أمامنا، ثم يقول اشتعل الرأس، يعني إذن النار اشتعلت فيها، فيقول لا اشتعل الرأس شيبا. إذن معنى هذا أنه يعطيك المعنى بكل قوة، يجعل الفعل يعطيك معنى واسع، ثم يأتي التمييز ليبين المعنى المراد في الآية الكريمة. اللهم علمنا يا رب العالمين كلامك وأفهمنا ما تريد يا رب العالمين. نعم يا سيدي. وقال تعالى ومن جاب الأرض ظالما، هذا تعبير في القرآن الكريم يفيد ما كان في وصف ما حدث لقوم نبينا نوح عليه السلام. الله عز وجل لما غضب على قوم نوح ودعا عليهم سيدنا نوح، غضب الله عليهم فعذبهم بالماء، الأرض تفجرت والسماوات انهمرت، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ولذلك ابن سيدنا نوح الكافر، الابن الكافر ظن أن الماء سيكون حول الجبال،
فقال لأبيه: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فسيدنا نوح أراد أن يعلمه الإيمان: يا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا إيه؟ الرحمة. كلما صعد حصله الماء، يصعد يرى الماء من ورائه حتى وصل إلى قمة الجبل، فرأى الجبل كله قد غرق فكان من المغرقين. أما الذين رحمهم الله عز وجل فكانوا من أهل الإيمان مع نبي الله نوح في السفينة. ومن عجب، كان أهل الإيمان في السفينة والسفينة تحتها الماء وفوقها الماء، إلا أن الله أراد أن ينجي من في السفينة، فالماء يحمل السفينة، والماء الذي ينزل من فوق لا ينصب على السفينة وإنما حول السفينة. إذن هذه الرحمة جاءت من من؟ من الله. فإذا أردت العصمة فلا عصمة إلا بالله، وإذا أردت الحفظ فلا حفظ إلا بالله. فالذين آمنوا وكانوا مع نبي الله نوح الله عز وجل حفظه من الماء، فكان الماء ينزل من فوقهم ولكن لا يكون فوق رؤوسهم، لا يكون من حولهم، والماء من تحتهم يحمل السفينة حتى استوت السفينة على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. إذن حينما قال فجرنا الأرض عيونا، أصله فجرنا عيون الأرض، إذن عيون مفعول، فتحول المفعول إلى تمييز، إذن هذا تمييز محول عن المفعول. نعم يا سيدي. وقال تعالى: أنا أكثر منك مالا. أنا أكثر منك مالا، أصل الكلام مالي أكثر من مالك. أصل الكلام في غير القرآن تقول إيه؟ مالي أكثر من مالك. فالمبتدأ هنا تحول إلى تمييز، فانفصل الضمير، مالي انفصل الضمير وهو الياء، صار أنا، لأن الياء ياء من؟ هي المتكلم. فإذا انفصلت إذن يصير الضمير منفصل أنا. أنا أكثر منك، يأتي المبتدأ تمييزا محولا فصار أنا أكثر منك مالا. إذن التمييز هنا يسمى بتمييز نسبة، يعني هذا التمييز المسمى بتمييز النسبة إما أن يكون محولا عن الفاعل أو محولا عن المفعول أو محولا عن إيه؟ عن المبتدأ. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يباعد بيننا وبين معصيته. أسألك يا مولانا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا صادقا، بدنا على البلاء صابرا، طاع سائرا. ونعوذ بك من علم لا ينفع، وبنفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم فهمنا أسرارك، ألبسنا ملابس أنوارك، اللهم اجعلنا في ركاب الأولياء والصالحين، واكتبنا معهم في الذاكرين، ولا تكتبنا في الغافلين، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم، وسلام على المرسلين.